بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى جمال معاكم في الحلقة الثانية من إدارة المشاريع البرمجية. وأنا برضه بسجل دلوقتي على الطريق، عايز أتكلم اللي هو إدارة استخدام الإسكرام. معلش وأنا بسجل على الطريق عايز أتكلم على إيه؟ عايز أتكلم دلوقتي على مجموعة من المشاكل اللي بتقابل أي مشروع برمجة. طالما أنت هتعمل مشروع فيه برمجيات وهدي المشروع فيه برمجيات، يبقى لازم تحضر نفسك للمشاكل دي. هي حقائق لا يكفاك، حقائق سوداء او حقائق صعبة، يعني حقائق يعني hard to deal with. الفكرة ان احنا بنقابلها فعلا، واي حد اشتغل في ادارة المشاريع بيقابلها، وعنده مجموعة من الميثودولوجيز او الطرق اللي ممكن يهندلها بيها، او هي بالنسبة له بتتمثل في على هيئة مخاوف، وكل مرة بيحاول يهدم المخاوف ديت، وكل مرة المشروع بيخرج من ايده وما الى ذلك. فتعالوا نتكلم عنها عشان نعرف كلنا ان هي موجودة وعند كل الناس، مش عندك انت لوحدك كمدير برمجيات. واذا كنت انت جديد في الموضوع فتوقع انها هتقابلك. فاحنا هنتكلم عنها، وهنتكلم ان شاء الله ازاي ممكن نحلها من خلال الاسكرام. طب ايه الحقائق دي؟ اول حاجة، المتطلبات ليست واضحة. دايما طلبات العميل requirement not clear، دايما طلبات العميل مش واضحة وضوح كامل. يعني طبعا ناس تقول لي لا، ما احنا ازاي يعني الواحد احيانا بيتأكد ويمضيه ومش عارفيه وبرضه بيغير. ما هي مش واضحة من ناحيتين، مش واضحة من ناحية الانالست اللي اخد، ومش واضحة في ذهن العميل نفسه. وهديك مثال صغير عشان في حد دلوقتي قاعد هيقول لا احنا نعمل اناليز كويس جدا ونطول اناليز جدا ومش عارف ايه وما نسيبش فتفوته. مهما عملت هيحصل تغيير، مهما قويت في الاناليز ومهما قطعت فتره الاناليز هيحصل تغيير. طيب عشان ما اسمعش النص الحقيقه بتاعت ان هيحصل تغيير، انا هقولها كمان شويه، هقول هنا بس يعني ايه ريكويرمنت نوت كتير. تعالى انت، هيقول لك حاجه بسيطه جدا. انت بتاخد بيانات شخص، ففي صفحة بتسجل فيها بيانات شخص. طيب انت ممكن، في ناس ممكن تعتبر ان دي واضحة، هسجل بيانات اي واحد. طب ايه هي البيانات دي؟ اسم، عنوان، سن، ولا تاريخ ميلاد، ولا ايه بالظبط؟ طيب واحد يقول اه لا، ما انا هاخد منه ايه الخانات اللي انا هسجلها في بيانات الشخص. طيب ماشي، خدتها. لما خدت الخانات قلت ان هو هيسجل الاسم وهيسجل العنوان وهيسجل تاريخ الميلاد، وهي دي بيانات والايميل، ودي بيانات مهمه بالنسبه لهذا الشخص. تيجي عند حته الاسم وانت فاكر نفسك خلاص زي الفل، تقوم عاملها اسم اول اسم ثاني وتكتفي بهذا القدر. فجاه بين العميل يقول لك لا انا عايزه اسم ثلاثي. حصل تغيير. فوجئت امتى؟ بعد ما برمجت وطلعت الحاجه وبتفرج العميل، راح قال لك انا عايز تغيير هنا، انا على الاسم عندنا نتعامل معاه على انه ثلاثي. طب ما قلتش من اول ليه؟ ما انا ما جاش في بالي، ما هو الاسماء في مصر كلها ثلاثيه. لا، ما هو الاسماء في النت كلها ثنائيه. لا، انا شايف الاسم ثلاثي في واقع كتير في الانترنت بتعملها ثلاثي. طيب عملت ثلاثي وقلت لا ده انا هعمله ثلاثي مع كل العملاء. تيجي عميل وحصلت هذا الكلام، لقيته بيقول لي انا عايز الاسم الرباعي، عايز اعرف اكتبه زي ما هو في البطاقه. اه، يبقى عميل ثاني طلع باسم ايه؟ رباعي. الموضوع هنا خطير، ان انت حتى لما فصلت وفصلت في الاسم لقيت ان طلع تحت كلمة الاسم اسم اول، اسم تاني، اسم ثالث، اسم رابع، وليت الاسم نفسه ثنائي، ثلاثي، وما الى ذلك. يبقى انت ممكن تظن ان انت وصلت مرحلة معينة من الكلاريتي، لكن في الحقيقة مازال هناك شيء انكلير او غير واضح. طيب يبقى ده بقى ايه؟ احنا اللي كلمة نوت كلير دي حقيقة لازم تتعامل معاها. الحقيقة الثانية، الحقيقة الثانية requirement to change. وطبعا requirement not clear يبقى it will change، اكيد هتتغير. واذا ما اتغيرت، واذا كانت clear برضه will change. ليه؟ اقول لك ليه. لان الزمن بيعدي، ولما الزمن بيعدي بتتطور حاجات، ولما حاجات بتتطور احتياجاتنا بتختلف، ولما احتياجاتنا بتختلف متطلباتنا بتختلف. يبقى قولي تشيج. نعم، انا ممكن اخلصه بالنهاية بسرعة واسلمونه. لو انت ما تعرفش ان ساب عندها برنامج جاهز خاص بالجامعات عشان بس تنزله وتعمله كاستمايزيشن على الجامعة، بتقول ان العقد بتاعها انها تاخد في الموضوع ده سنة، هتاخد سنة
عشان برنامج جاهز يتظبط وينزل على جامعة. موضوع ايه؟ خطير ومحتاج لتركيز. يبقى requirement will change، هتتغير هتتغير، لانك خلال سنة هيحصل حياة جديدة وهتتغير requirement. تمام؟ خش في اللي بعديها. project takes too long، لما requirement تكونش كبير ويحدث انها تتغير يعني بتبعية البروجكت تكسيد ذا تايم، هتلاقي نفسك اتزنقت في الوقت وبتطلب وقت زيادة وما الى ذلك من هذه المشاكل، نتيجة لان انت ايه برمجت طبعا هتقول تقول لا طب مديني شهر، طب مش عارف ايه، ما اصل الحاجات ما كانتش واضحة، ما تغيرت الجزئية الفلانية. يبقى دي حقيقة انت عارفها، ان لازم المشروع غالبا هيعدي الوقت بتاعه. تايم ويستد اون جانك، وقت كتير بيضيع في الكلام الفاضي، دي حقيقة. تبص تلاقي فيه تركيز رهيب عشان فيتشر، والفيتشر دي محدش هيستخدمها محدش هيستعملها. الكلام ده انا واخد الحاجات من العميل، ايوه العميل نفسه بيحط تركيز، واحيانا في بعض الخصائص اللي مش هتستخدم ومش هتستفاد بيها. ومريت انا شخصيا بجزء كبير جدا في المشاريع اللي انا مشيت فيها، ان العميل بيطلب الطلب وبعد كده هو نفسه بيلغي هذا الطلب بعد ما يكون اتبرمج، بيلاقيه ضيع وقته بدل ما يفيده، فيقوم يطلب الغائه، في حين ان في الاصل كنت انا قمت بنصيحه العميل وقلت له ان الريكويرمنت ديت مش هتفيدك والريكويرمنت ديت مش في مصلحتك، لكن هو كان شايف انها في مصلحته بشكل كبير جدا، ونتج عن ذلك ان ايه، ان اتحطت ريكويرمنت ملهاش اي قيمه بالنسبه له، بل ان هي ضيعت وقته واضطر في النهايه ان هو يشيلها. يبقى تايم ويستد اون جانك، مش انا بس اللي بقول كده، ده بحث منشور سنة 2003 بيقول لك ان 52% من متطلبات العميل هي فقط اللي بتبنى، لان الباقي بيتم اهماله نتيجه لضيق الوقت وعدم التمكن من ان احنا نبنيه. مش كده وبس، وان 64% مما تم بناؤه لا يستخدم او نادرا ما يستخدم. 64% مما تم بناؤه نادرا ما يستخدم، ايوه. وارجع لبقاله 20-80، لو حد هنا عارفها، ان 20% من الاداء بيديك 80% من الفايدة. في الحقيقة 64% من الطلبات اللي طلبها العميل وتم بناءها بالفعل على انها طلبات مهمة لا تستخدم. ايه تاني؟ نقطة ايه في التستنج. مع كل الهيصة ديت اكيد مش فيش وقت ان احنا نعمل تست عشان عايزين نسلم وعايزين نديله الفيتشرز كاملة. نديله فيتشر تست من غير ما تكون تستد، فيكون شكلها ايه؟ فتكون الكواليتي بتاعتها رايحة، فبالتبعية لو في الكواليتي. Poor progress visibility، مش قادر تقيس التقدم. ازاي مش قادر تقيس التقدم؟ لان وسط الهيصة دي كلها وانا عمال ابرمج، اي حد يشتغل في ادارة البرمجيات تلاقي صعوبة شديدة جدا يقبل يقيم مين الديفلوبر اللي ما اداش شغله كما يجب، او سبب عدم التقدم، او مقياس التقدم، انا كل يوم بخلص قد ايه، والكلام ده كله بتلاقيه قياس التقدم صعب بدرجه كبيره. ناس كتير تقول لك لا انا بقيسه، راجع نفسك كده وشوف، انت بتقال المشاكل في القياس دي وقت ولا لا؟ انا هنا مش معناه ان بقول ان انت ما بتقيسوش نهائيا، ولكن هناك مشاكل كبيره بتقابلك وانت بتقيس هذا التقدم. 43% من المشاريع بيحصل لها نوع من انواع الخروج عن القياسات بتاعه التقدم الطبيعيه، او بيحصل فيها مشاكل بقياس التقدم. يبقى احنا لازم نتعامل مع هذه الحقائق، ان الكلام مش واضحه، انها هتتغير، ان الزمن النتيجه بتاعت ممكن يطول، ان في حاجه ابتديت اقولها لكم، ان حوالي 35% بس من المشاريع هي اللي بتنتهي حسب الوقت. يعني ايه؟ يعني مجمل كل ده بيقول لك انتبه، ركز، الدنيا مش سهلة في إدارة البرمجيات، لكن في نفس الوقت ممكن نحول كل هذا السواد إلى بياض وتبقى خير، اللهم اجعله خير، أبيض فأبيض. إزاي؟ لو إحنا فكرنا إزاي نواجه هذه المخاوف مش نخاف منها. طيب عشان نقدر نقول إن مشروع نجح يعني إيه؟ ليه أنا قلت في إحصائيات بتقول إن 30% فقط من المشروع هو اللي بينجح، يعني 70% بيفشل؟ طب أصل النجاح ده بناء على إيه؟ النجاح ده عبارة عن ثلاث معايير، أربع معايير، ثلاثة وليها عمود بنسميه مثلث او هرم. الضلاع المثلث اللي هو قاعده الهرم هي عباره عن ايه؟ مواصفات فيتشر، موارد ريسورسز،
تايم او جدول زمني، جدول زمني مواصفات موارد دول قاعدة الهرم، وارتفاع هو الكواليتي الجودة. ازاي يعني المثلث دوت او المجموعة دي كلها، المجموعة دي كلها بتتأثر مع بعض، لو واحد فيهم اتأثر بتأثر في نجاح المشروع. المشروع لو خرج عن وقته اكيد العميل بيزعل، بيحس ان هو ما حصلش على الحاجة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايز يحصل عليها. وافتكر كده، انت لو بتشتري حاجة او تشتري عربية وتلاقيها اتأخرت وما جاتش وبتاع، ده اسمه انواع الاحباط. المين بتاعك بيجي له احباط برضه، حتى وان كان هناك في مبررات لهذا التأخير. طيب يبقى احنا ايه، يبقى انت مشكلتك دلوقتي احد مشاكلك الرئيسية، قصدي مشاكلك دي او قواعد اللي انت عايز تحلها وعايز تركز عليها، اسف مش مشاكل، الهرم بتاعك هو الموظفات والموارد والزمن والتبعية، كل ده بيأثر على الكواليتي. يعني يعني انت عندك دي بقى حته من التمام بنعملها تفاوض مع العميل. يعني ما ينفعش ان العميل يشترط عليك جميع المواصفات في الزمن اللي هو عايزه بالميزانيه اللي هو عايزها. شوف ايه المهم وثبت واحده وحرك الاثنين التانيين. يعني ايه؟ يعني لو ان انت عندك خلي واحده فيها تفاهم واحده ما فيهاش تفاهم. يعني لو الميزانيه ثابته يبقى تفاهم مثلا في المواصفات وخلي الزمن مفتوح، او تفاهم في الزمن وخلي المواصفات في جزء كبير منها ايه؟ ويش ليست، وقللها بحيث انها تتناسب مع البادجت. تفرض عليه تقول لا ما ينفعش دي جوه البادجت، ما ينفعش دي جوه البادجت. المهم ان انت في الاخر مطلوب منك لما تستلم المشروع في النهايه لازم تسلمه، انت بقيت مسؤول عن اداره مشروع، لازم تسلمه الفيتشرز دي بالموارد دي الزمن ده. اذا لقيت نفسك في اي لحظه بدري مش قادر تحقق الفيتشرز في الزمن اللي هي معيار النجاح الرئيسي بالنسبه للعميل بالكواليتي المطلوبه، لازم تطلب زياده في الموارد او تهدد ان في مشكله هتحصل، او تبدا تعيد ترتيب الاوراق بحيث تحقق الحل بنفس الموارد. المهم ان انت لازم تحافظ على ثلاثيه العميل من خلال الموارد المتاحه بالنسبه لك. ده التحدي الاكبر اللي بيواجه مدير المشروعات. ليه بيتسلم في الزمن؟ طبقا للميزانيه، في حدود الموارد المتاحه، المواصفات المطلوبه وفي الانتهاء بالكامل بكواليتي اكسبتبل، يعني حاجه ستيبل، يبقى انت نجحت في اداره هذا المشروع. واتمنى للجميع النجاح في اداره مشاريعهم. شكرا ليكم، واقابلكم ان شاء الله في الحلقه اللي بعديها. السلام عليكم.